عادة دلوقتي الناس لما بتسمع كلمة استثمار بيفكر دايما الاستثمار استثمار في الفلوس، ولكن الاستثمار ممكن يبقى في الفلوس، أو الاستثمار ممكن يبقى في الوقت، أو الاستثمار ممكن يبقى في الصحة، أو ممكن الاستثمار يبقى في الثلاثة مع بعض. إزاي ممكن تعمل الكلام ده؟ دلوقتي لو أنت أسرة مكونة من 5 أفراد والخمس أفراد دول عايزين يروحوا الجيم، تخيل بقى لو كل واحد لسه هيروح الجيم، إحنا يعني عايزين بادجت تقريبا في حدود 10,000 ريال، تمام؟ ولكن أنت لو عملت دلوقتي جيم في البيت، أنت هتوفر الوقت اللي أنت هتاخده كل يوم رايح جاي بالعربية، وهتوفر طبعا البنزين، فأنت وفرت فلوس، وفي نفس الوقت أنت هتستثمر في الصحة بتاعتك، والجيم بقى دايما جنبك هنا على طول. العميل هنا ركب جيم مقاسه تقريبا 6.5×5، أوكي، وبقى الجيم ده كامل بجميع المعدات اللي هو ممكن إيه يستخدمها، فبالتالي من باب البيت للجيم على طول فورا جنبه، وفرنا الوقت ووفرنا البنزين، وهيبقى في جو صحي برضه في البيت، مش مثلا فرد واحد من البيت هو اللي بيروح الجيم والباقي مكسلين، لا، هيبقى في بشكل عام الناس كلها متشجعه والاسره كلها متشجعه انها تقدر تستخدم الاستخدام ده. يعني انت لما تلاقي اخوك او تلاقي والدك عمال بيلعب هتفكر على الاقل تنزل معاه، عاوز تكلمه في موضوع مثلا، ممكن تنزل هتلاقيه بيتدرب في الجيم، تقعد جنبه في الجيم وتتكلموا في الموضوع، يبقى انت ايه كسبت 2 في 1. بس فدي فكرة حلوة جدا، وانت كده وفرت فلوس اللي انت بتدفعها على المدى الطويل، يعني ممكن تجيب تمن اللي انت بتدفعه تقريبا في سنة واسمك معاك برجولة مجهزة لمدة تشوف كام سنة قدام، وفي نفس الوقت زهقت كمان 2-3 سنين وحبيت تروح تغير جيم في مكان تاني، ممكن تستخدم المكان ده لاستخدام اخر، او تفضيها وعندك مناسبة ممكن تستخدم ايه تفرش فرش معين وتستخدمها لمناسبة معينة. فانت لو فكرت فيها من جميع النواحي انت كسبان.